السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دلوقتي ان انت تقدر تشتغل بان انت بتكتب برومت، تكتب الرمز اللي بيكون لك الصورة او بيجيب لك نتيجة معينة. في حاجات خاصة مثلا بالميد جورني، في حاجات خاصة بالديل اي وهكذا. الفكرة كلها ببساطة ان انت في حد عايز يوصل لنتيجة معينة، فانت بتقول له انا اقدر اعملها لك في مقابل تقريبا $3. يعني لما تيجي تبص على صار تلاقي يعني في حاجات توصل $6، في حاجات اكتر، في حاجات اقل، لكن هو المتوسط في حدود $3. تمام. في مثلا دوت، انت مثلا عجبك الصوره دي فيقول لك انا هبيع لك البروميت تمام ب$3. الشخص ده مش هيكسب $3 بس، ممكن 1000 واحد يشتري يعني يكسب $3000 في ان هو قدر يعمل بس التصميم ده. طبعا مش هيكسب $3000 كلهم لان الموقع اكيد بيخصم جزء ليه، لكن بمجهود بسيط تقول كسب مثلا $1500 مجرد ان هو قادر يعمل الصور دي، فهيبيع البرومت اللي وصل بيه للنتائج ديت. هتلاقي في حاجات كتيرة جدا مختلفة. تمام. انت مثلا عجبك ديت فعايز توصل للنتيجة وتقدر ان انت تعدل عليها وهو، فبتقول له جيت برومت، فبيقول لك خلاص ادخل بالحساب بتاعك واشتري الرمز دوت. فانت ممكن تكسب فلوس كتيرة من خلال ان انت بتقدر تعمل تصميم حلوة فتعرض التصاميم بتاعتك وتحط برضو الكود لو حد عايز يحصل عليها بيدفع الفلوس. ده الاي ميد جورني جي بي تي. هتلاقي هنا طبعا بيعملوا فلاتر بحيث ان يبقى الجودة عالية، فتقدر تكسب كتير جدا من البرومت انجينيرنج سكيلز، المهارات بتاعتك في ان انت تعمل صور ممتازه. صراحه في تصاميم جميله ما شاء الله.